عقد أبو المعاطي مستر صقر بيقول: لا أعتقد أن هناك حلول وأنت تتحدث من الخارج علي أنا، وأنا أدخن وأغرد بلا مبالاة وأمثالي كثير، والباقي مل حتى من مشاهدة الأخبار. العسكر نشر اليأس والبؤس هنا أكثر مما تتخيل. طيب الحل إيه مثل صقر؟ يعني الحل إيه بقى؟ أستاذ سليم ممكن بعد إذنك تعلق على الراجل ده؟ تفضل. علقوا هنا ولا هناك؟ لا هنا تفضل يا فندم. الأستاذ سليم عزوز، أنا سعيد إن حضرتك معايا في الحلقة دي. حضرتك ده صح، ده أكثر سعادة. اتفضل، ممكن تعلق لنا ده؟ شوف أنا عايز أقول لك حاجة مهمة جدا. هو اليأس مطلوب، الأمل، الإحساس أنك قادر على أن تفعل شيء، في الغالب أنت لا تفعل شيء. عندما قامت ثورة يناير، احنا خرجنا في ثورة يناير وكلنا يأس إلى درجة أن أنا كنت يوم 25 يناير بالليل قاعد في ميدان التحرير بقول الليلة دي لو انفضت على أنه يشيل حبيب العدلي يبقى انتصار عظيم جدا. اللي حصل أنه أن الثورة أسقطت حسني مبارك ذاته. فكرة أنه اليأس، احنا كنا قبل 25 يناير في حالة يأس كبير، يعني بدأ زخم الحراك الاجتماعي، بدأ مع كفاية وبعدين هدي شوية، وبعدين طلع مع انتفاضة القضاء وبعدين هدي شوية، وبعدين طلع مع البردعي وبعدين خلاص هدي شوية. كانت قدام نقابة الصحفيين اللي هو كان يبقى أحيانا بتلاقي 200-300 واحد بيتظاهروا، وصلوا إلى 3-4 تنفار قدام النقابة. أنا فاكر في يوم من الأيام كنت طالع على سلالم النقابة، فحد بيقول لي تعالى أقف، أنا عاملين مظاهرة مش عارف عشان خاطر إيه. فقلت له أنا مش طالع تاني في المظاهرات إلا لما تطلع مظاهرة على قصر الجمهورية، على القصر الرئاسي. الفكرة كانت انه هو في مظاهرات يمكن ان تخرج من مصر عشان خاطر تصل الى القصر الرئاسي. اللي حصل بعد كده انه المظاهرات خرجت من مصر الى ان تحاصر القصر الرئاسي يوم 11 فبراير وخلص. يعني اليأس برضو، يعني اليأس مطلوب، يعني فكرة ان الناس تشعر انه ما فيش امل وما فيش، مطلوب جدا. لكن اليأس يعني دائما يقال انه ان اليأس اساسا هو المحرض على الفعل الثوري والفعل والانتفاضة بشكل عام. طب